كشك صحافة، أهلا بكم مشاهدينا. فيه تتابعون: ليش الحوثي والمخلوع تخصص مراكز امتحانية للمنتمين إليها؟ المعتدون على رجال المرور في عدن يعتذرون في مكان عام. صور سيلفي تودي بحياة 3 أشخاص في الهند. ودراسة ألمانية تقول المتطرفون لا يفهمون أصول الدين. قضية الاعتداء على رجال المرور في عدن عادت إلى الواجهة. عنوان بارز يأتينا من موقع عدن الغد بإشراف مدير أمن عدن: اعتذار رسمي لرجال المرور في الموقع الذي تم الاعتداء فيه عليهم. قال الموقع إن مدير أمن العاصمة المؤقتة عدن اللواء شلال شائع أشرف على عملية اعتذار الجندي الذي اعتدى على رجال المرور ثاني أيام العيد الفطر في منطقة جولد مور بالتواهي. وقال الموقع إن مدير أمن العاصمة إنه تم تقديم الاعتذار الرسمي لرجال المرور وسط الشارع في المكان ذاته الذي شهد الاعتداء، وبحضور قيادات وضباط وأفراد من إدارة مرور عدن ومكافحة الإرهاب. واتهمت نقابة عمال شركة النفط اليمنية في صنعاء قياديا حوثيا بارزا بنهب 9 مليارات ريال يمني، هذا عنوان آخر، وهو ما يساوي 36 مليون دولار أمريكي. وفقا لموقع موقع بوست، فقد استنكر موظفو شركة نفط اليمنية تدخلات القيادي الحوثي البارز محمود الجنيد الذي عينته الميليشيا في منصب مدير مكتب رئاسة الجمهورية في عمل الشركة ونشاطها التجاري، بما في ذلك تحصيل العملات المفروضة. قالت النقابة الفرعية لعمال شركتي النفط والغاز في بيان لها إن تدخلات الجنيد في عمل الشركة تعد غير مشروعة وتخدم السوق السوداء. وكشفت وثيقة صدرت في تاريخ 13 من يونيو الماضي ما يسمى مكتب رئاسة الجمهورية التابع لسلطات الانقلاب أن القيادية الحوثية المتورط في قضايا فساد وأعمال سمسرة لدى الشركات التجارية النفطية، وذلك مقابل عمولات تجارية يحصل عليها من التجار مقابل مذكرات وتوجيهات لشركة النفط وغيرها من المؤسسات الحكومية لإعفائهم من الرسوم والمخصصات المالية الرسمية. وزير الثقافة الأسبق خالد رويشان كتب مقالا عن أولئك الذين يريدون العودة إلى الحكم بعد أن مزقوا اليمن وبعد أن أراقوا الدماء أبنائه في سبيل أن يظلوا في رأس السلطة. وقال الرويشان في أجزاء من المقالة: بقاء اليمن الكبير أهم من عودة أحد. الأوطان ليست ترتة يمكن تقسيمها بسكين أو ملعقة، وكل يذهب ليأكل نصيبه في ركن هادئ. ليت أن الأمور كانت كذلك، إذن لكنا هدأنا من زمان. ليست الأوطان قماشاً يمكن تفصيله وإعداده على مقاس أحدهم كائناً من كان. إذا اعتقدتم بذلك فلستم يمنيين ولا حتى بني آدم. انتبهوا أيها اليمنيون، ستبكون لمئة سنة إذا تقاسمت الضباع البلاد، وما ذاك إلا لأن نار الصراع المتخلف والمستمر ستأكلكم وتأكل المنطقة كلها. تذكروا أن دول الجوار والعالم جاهزة لتسليح الطرفين أو الأطراف، لن يدعونا في حالنا. انتبهوا أيها اليمانيون، سوف تذهب كل أموال الطرفين المجنونين أو الشطرين الحاقدين لشراء السلاح وللقتال، هذا إذا بقيت هناك أموال. يعتقد الساذجون المراهقون سياسيا أن تقسيم اليمن سيكون حلا لكل المشاكل. يا لكم من مجانين وبلا مسؤولية. تذكروا أننا هنا في جزيرة العرب، عرب ثارات داحس والغبراء، تذكروا ذلك. قبل اختيار الطريق عليك أن تعرف إلى أين سيقود. ثمة هاوية على بعد أمتار أيها الأناني، تأمل وادرس مفترق الطرق. ثمة هاوية تلوح بلا قرار، لذلك تأمل الطريق ونهايته قبل الاختيار وقبل أن تهوي على أم رأسك ورأس البلاد. كلامي موجه للشباب الطيبين الذين يصدقون كل زاعق ويقرؤون كل ناعق. اليمن الكبير أكبر من أي فرد أو حزب أو زعيم أو رئيس سابق أو لاحق. كيف يرضى لنفسه يمني
أن يحكم اليمن مشطورا، من يجرؤ على فعل ذلك؟ إلى الصفحة الرئيسية لموقع سبتمبر نت، قال ميليشيا الحوثي والمخلوع تخصص مراكز امتحانية للمنتمين لها. قال الموقع إن الميليشيا الإنقلابية في محافظة صعدة خصصت لجانا امتحانية لأفرادها سمتها لجان الجبهات لا يدخلها غير المنتمين لها. وبحسب مصادر تحدثت لمركز صعدة الإعلامي، فإن الميليشيا كلفت معلمين بكتابة دفاتر امتحانات لأفرادها الذين يقاتلون في الجبهات برغم عدم حضورهم نهائيا، وتعطي الإجابات جاهزة لأفرادها المتواجدين في اللجان المذكورة. ووصفت المصادر تلك الخطوة بالصادمة والمخالفة لكل القوانين، قوانين التعليم، وتسهم في تدمير وتجهيل جيل المستقبل، وتجعل من طلاب المدارس مجرد وقود لمعارك الميليشيات. يتابع الموقع كانت الميليشيات الحوثية قد ارتكبت مخالفات جسيمة في امتحانات العام الماضي، وصلت إلى إعلان نتائج الشهادة الثانوية العامة بنسب عالية لبعض أفرادها الذين قتلوا قبل إجراء الامتحانات العامة. قالت مصادر أكاديمية في جامعة صنعاء إن مسلحين حوثيين اقتحموا سكن أعضاء هيئة التدريس في جامعة صنعاء وطردوا 2 من أساتذتها وأسرهم تنفيذا لأوامر من رئيس الجامعة الذي فرضته ميليشيات الحوثي في هذا المنصب. ووفقا لموقع المشاهد نت، فقد أكدت المصادر أن هذه التصرفات أثارت استياء أساتذة الجامعة الذين عبروا عن استنكارهم للتصرفات العسكرية بحق الأكاديميين المعينين وأسرهم بطريقة انتقائية. يضيف الموقع كانت رئاسة جامعة صنعاء قد وجهت رسائل لأكثر من 30 أسرة أغلبهم أبناء أساتذة متوفين وطلبتهم بإخلاء مساكنهم. الجدير بالذكر أن جماعة الحوثي تحكم بقبضتها الأمنية على جامعة صنعاء وتقوم بإجراءات قاسية بحق كل من يحاول الاحتجاج على تدخلاتهم في إدارة الجامعة ومنع أي مظهر احتجاجي. الانفصال استمرار للحرب. تحت هذا العنوان كتب العربي فيصل عبدون مقاله المنشور في الخليج، وقال في جزء من المقالة مرت الذكرى 6 لانفصال جمهورية جنوب السودان عن الوطن الأم، وللعام الثاني تمر الذكرى باهتة مثقلة بالحزن والإحساس بالمأساة وغياب الأمل في الاستقرار والتنمية والازدهار مع استمرار الحرب الأهلية وتزايد معدلات القتل وسفك الدماء وانسداد آفاق التسوية السلمية وتعنت الأطراف المتحاربة في مواقفها إزاء اقتراحات التسوية والسلام وارتباك الوسطاء الإقليميين والدوليين مع تردي الوضع الاقتصادي ووقوف الدولة على حافة الانهيار والإفلاس المالي. لم تشهد العاصمة جوبا أو المدن الأخرى في البلاد مظاهر احتفالية، بل خيمت على أهلها أجواء الكآبة ومشاعر الإحباط واليأس. أما النازحون في مخيمات الأمم المتحدة واللاجئون في بلدان العالم الأخرى فقد كان حالهم يغني عن السؤال. لا شيء يدعو للاحتفال بعد مرور 6 أعوام على نيل الحرية والاستقلال. فمن ناحية الوضع الاقتصادي انهارت عملة جنوب السودان وبلغ التضخم مستويات قياسية. في ذكرى الاستقلال تبادلت الحكومة والمتمردون الاتهامات بالمسؤولية في معارك جديدة نشبت في توريت ومانغوك وماثيانغ ومالو وفي مناطق بحر الغزال، ومع بروز مخاوف من وقوع تمرد جديد في الجيش الحكومي تصاعدت الضائقة الاقتصادية وتأخر صرف الرواتب. وفي ذكرى الاستقلال قال المجلس النرويجي للاجئين إن هناك القليل الذي يستدعي الاحتفال بشأنه بحلول الذكرى 6 لاستقلال جنوب السودان. وقالت ريحانة زوار مديرة هذه المنظمة الخيرية في جنوب السودان إن استقلال جنوب السودان تخيم عليه أزمة غذاء غير مسبوقة، وأضافت أثار الحصول على الاستقلال آمالا في السلام والتنمية، لكن الأزمة أدت إلى نزوح 4 ملايين من جنوب السودان من منازلهم. وتابعت للأسف هناك أسباب قليلة للاحتفال في ظل ما يواجهه الناس من أزمة غذاء حادة تزداد حدتها شهريا. موقع مصدر أونلاين عنون في صفحته الرئيسية قائلا التحالف اليمني يوثق مقتل 180 مدنيا وإصابة 205 برصاص الحوثيين الشهر الماضي. قال بيان التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان إن 900
و17 حالة انتهاك ارتكبتها الميليشيا خلال شهر يونيو الماضي، وإنه تم توثيق 236 حالة اختطاف و33 حالة إخفاء قسري. تابع إنه وثق 8 حالات تعذيب و10 حالات تجنيد للأطفال، 2 منها في محافظة الحديدة و5 في ذمار و3 في عمران. وتمثلت الانتهاكات في الاعتداء على 148 مبنى تركزت في محافظة تعز التي بلغت 20 منشأة، وكان النصيب الأكبر لمنازل المواطنين حيث تضرر 96 منزلا بين أضرار جزئية وكلية. أشار البيان إلى أن الممتلكات العامة في محافظة ذمار نالت النصيب الأكبر من الانتهاكات حيث بلغت 17 انتهاكا، تليها محافظة صنعاء 16 انتهاكا، وتركزت أبرزها في المساجد دور العبادة حيث بلغت 30 انتهاكا. ولقراءة أهم ما ورد في الصحافة العربية نذهب إلى فاصل ومن ثم نعود. عدنا من جديد إلى العربي الجديد الذي اهتم بالشأن اليمني تحديدا في محافظتي شبوة وعدن. قال: شهدت مدينة عزان في محافظة شبوة تحليقا مكثفا لطائرات يعتقد أنها أمريكية وسط أنباء عن غارة استهدفت مشتبهين بالانتماء لتنظيم القاعدة. ووفقا لمصادر محلية فقد سمع انفجار بالتزامن مع التحليق يعتقد أنها ضربة جوية استهدفت مشتبهين بالانتماء لتنظيم القاعدة، والأمر الذي لم يتسنى التأكد منه من مصادر رسمية. تنفذ الطائرات الأمريكية من دون طيار في الغالب غارات في اليمن تستهدف في العادة مشتبهين بهم بالانتماء للقاعدة، كما نفذت واشنطن عمليتي إنزال على الأقل ضد التنظيم خلال العام الجاري. وفي عدن قطع عشرات الجنود الطريق الرئيسي في المدينة احتجاجا على تأخر الحكومة بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة، وكان ذلك عنوان آخر. وبحسب مصادر في المدينة فقد قطع المحتجون الطريق البحري الواصل في مدينة خرمكسر ما أدى إلى اختناقات مرورية، في حين رفع المحتجون شعارات تندد بتأخر المرتبات. صحيفة الحياة قالت: بوارج بحرية تابعة للتحالف العربي شنت هجوما صاروخيا مكثفا على مواقع تابعة لميليشيا الحوثي والمخلوع غرب تعز. مصادر عسكرية قالت إن البوارج استهدفت بأكثر من 25 صاروخا مواقع للإنقلابيين في منطقة الهاملي في مديرية موزع ومركز مديرية ومعسكر خالد بن الوليد بمفرق المخا. أسفر القصف البحري المكثف على الإنقلابيين عن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا وإصابة 17 آخرين بينهم قيادات ميدانية، علاوة على تدمير 5 عربات عسكرية ومخزن للأسلحة. رفع الحزب الاشتراكي اليمني شعار لنناضل من أجل الدفاع عن الثورة اليمنية وتنفيذ الخطة الخمسية وتحقيق الوحدة اليمنية، وكان هذا مقتطف من مقال كتبه عمر عبد العزيز في صحيفة الخليج مضيفا في فقرات المقالة. يحاجج البعض بالقول أن حركة الأحرار التي تشكلت في عدن أيام الإمامة المتوكلية لبيت حميد الدين كانت غير وحدوية، وحجتهم في ذلك أن الحركة لم تضع الوحدة اليمنية كهدف نهائي لكفاحها ضد الإمامة، متناسين أن برنامج الحركة كان برنامجا إصلاحيا دستوريا وكان خيارها بعيدا عن التغيير بالقوة، وكانت أولويتها صنعاء باعتبار أن عدن ستنال استقلالها قريبا وبعدها سيكون لكل حادث حديث كما يقال. كانت حرب 1994 ترجمانا واقعيا لمشروع الضم والإلحاق واعتداء صارخا على خيارات اليمنيين وتوقهم لمجتمع جديد يخلو من الظلم والتفرقة والأوهام. ولقد أفلح صانعو المتاهة في إخراج اليمن عن مساره الطبيعي، فيما أفلحوا في استنفار الجنوبيين وإقناعهم بفداحة ما آلت إليه أحوالهم لمجرد أنهم كانوا عشاقا للوحدة، يرنون اليمن كبير يتأسى بالنظام والقانون الذي ساد جنوب الوطن على عهد التشطير. هذه الأحلام حولها نظام صالح إلى كابوس يتمدد بقوة دفع أخطبوط الخراب والمفاسد العابر لكل القيم، وهكذا وجد الجنوبيون أنفسهم خارج أعمالهم، تآكلت مدخراتهم وتمدد الفقر والإملاق في أوساطهم، وأصبح تدوير الحياة الطبيعية في أجندتهم اليومية استحالة دونها الانفجار.
كامل السيناريوهات الميدانية التي تلت حرب 1994 خرجت من تضاعيف ذلك الهجوم الظلامي على الوطن والوحدة أثناء تلك الحرب. وكان انفجار الربيع اليماني لعام 2011 لحظة الذروة في المقدمات التي نشأت في مدن الجنوب مع الحراكيين الرافضين لوحدة مايو واستتباعاتها الباهظة على الأرض، وما جرى بعد ذلك من تسوية ملغومة كشف تماما تركيبة وطبيعة النظام الأوليغاركي الأبوي الذي أوصل البلاد والعباد للحرب الطاحنة. أخبار متنوعة من صحيفة القدس العربي. صور سيلفي تودي بحياة ثلاثة أشخاص في الهند، حيث أعلنت الشرطة الهندية مقتل ثلاثة رجال على الأقل، بالإضافة إلى وجود مخاوف بشأن غرق خمسة آخرين بعد انقلاب قاربهم في نهر بواسط الهند أثناء قيامهم بالتقاط صور سيلفي وتصوير مقاطع فيديو لعرضها على وسائل التواصل الاجتماعي. وقع الحادث أثناء خروج مجموعة من 10 رجال تتراوح أعمارهم بين 21 و 28 عاما في قارب للصيد بنهر فينا القريب من مدينة ناغبور. قال قائد شرطة المنطقة: قائد القارب أنقذ اثنين من الرجال، كما تم انتشال ثلاث جثث. أوضح بهادور: توصلنا أثناء التحقيقات الأولية إلى أن المجموعة كانت مشغولة بتصوير مقاطع الفيديو والتقاط صور السيلفي على متن القارب. أخبار البي بي سي المنوعة فيها عنوان عن أول لاجئة أفغانية تقود طائرتها في رحلة حول العالم. إلى التفاصيل: إن امرأة ولدت في مخيم للاجئين في أفغانستان تحولت إلى قائدة طيارة تجوب بها العالم لتلهم النساء بالسعي لتحقيق أحلامهن. حصلت شايستا وايز البالغة من العمر 29 سنة على رخصة تجعلها أول قائدة طائرة معتمدة من أفغانستان، كما تسعى لأن تكون أول امرأة تقود طائرة بمفردها حول العالم. بدأت شايستا رحلتها الملحمية بقيادة طائرة بمحرك واحد انطلاقا من الولايات المتحدة حيث تعيش، ووصلت الآن إلى العاصمة الأفغانية كابول. وأعربت الطيارة الأفغانية عن سعادتها بالعودة إلى مسقط رأسها قائلة: مضت 29 سنة ويسعدني أن أعود إلى بلادي كطيارة تجوب أجواء العالم حتى أكون مصدر إلهام للآخرين، يسعدني كثيرا أن أكون هنا. قالت شايستا في مؤتمر صحفي في كابول: في صغري كنت أفكر في الالتحاق بالجامعة أو إنني سأتزوج مبكرا ويكون لدي أسرة، ثم اكتشفت شغفي بالطيران. إحساس مذهل أن تكون طيارا تحلق بمفردك في طائرة وتتوجه بها إلى أي مكان تريده. صحيفة الشرق الأوسط نشرت جزءا من دراسات ألمانية. قالت الدراسة إن المتطرفين لا يفهمون أصول الدين، وتوصلت دراسة جامعية إلى أن المسلمين الشباب الذين ينضمون إلى المجموعات الإسلامية المتطرفة المستعدة لممارسة العنف لا يفهمون في الدين الإسلامي. وظهر من تحليل البيانات أن وذكر ميشائيل كايفر من معهد الدراسات الإسلامية في جامعة أوسنابروك، أضاف أن 12 من هؤلاء الشباب من عمر يتراوح بين 15 و35 سنة يعتبرون معظم المسلمين أعداء لأنهم لا ينسجمون مع آرائهم المتطرفة. وحلل الباحثون بيانات مستمدة من 5700 اتصال على واتساب. تستخدم هذه المعلومات في الوصول إلى معلومات حول التخطيط لأعمال العنف. وقال الباحث أندرياس تزيك من جامعة بيلفيلد إن معظم الشباب هم في سن المدرسة أو في سن تأسيس حياتهم المهنية، وكانت حوادث الموت والمرض في العائلة وتعاطي المخدرات والميل للعنف في المراهقة من أهم أسباب انجذاب هؤلاء الشباب إلى دائرة التطرف. أستاذ الدراسات الدولية في جامعة ترينيتي في الولايات المتحدة في جاي بيرشد كتب مقالا بعنوان العالم يتحول إلى وطن للاجئين، نشره موقع إنترنت. لو كان اللاجئون اليوم يشكلون بلدا لكان احتل المرتبة 21 بين البلدان الأكثر تعدادا للسكان في العالم، ولكن خلافا لتلك البلدان اللاجئون لديهم فقط القليل من الحقوق السياسية،
وليس لهم أي تمثيل حقيقي في المؤسسات الدولية. وقد أعلن رئيس مفوضية اللاجئين فيليبو غراندي مؤخراً أن معظم النزوح واللجوء هو نتيجة للحرب، وقال: يبدو أن العالم لم يعد قادراً على صنع السلام، فنحن نرى نزاعات قديمة لا تزال مستمرة ونزاعات جديدة تتفجر، وجميعها تتسبب بنزوح بشر، والنزوح الاضطراري هو علامة على حروب لا تنتهي أبداً، وقلائل هي البلدان المحصنة ضد واقع الحرب، ولكن جبهة الحرب والنزوح تمتد على طول محور الحرب العالمية التي يقودها الغرب على الإرهاب، وكذلك الحروب من أجل السيطرة على الموارد، وخط النزوح يمتد من أفغانستان إلى جنوب السودان مروراً بسوريا، والفقر أيضاً هو محرك رئيسي للنزوح، وهو ما يدفع مئات الآلاف من الناس لمحاولة عبور الصحراء الكبرى ثم التوجه عبر البحر المتوسط إلى بلدان أوروبية، ولكن كثيرين ممن يحاولون هذه الرحلة يلقون مصيراً مميتاً إلى الصحراء الكبرى والبحر المتوسط خطيراً. في إسبانيا تقليد سنوي فريد، وذلك بإقامة مهرجان اسمه سان فيرمين للجري مع الثيران. صحيفة العرب الجديد نشرت صوراً من هذا المهرجان، إليكم هذه الصور نتابعها سوياً. ختاماً مع الكاريكاتير، مشاهدة ممتعة، وحتى ألقاكم في أمان الله.